اليوم راح أشرح لكم رياضيات الجزء الأول صفحة 7. اليوم راح أعطيكم تمرين الأول والثاني والثالث والرابع إلى حد 18 بالفيديو الأول، وباقي التمارين بالفيديو الثاني. هنا 5 + 8 = 8. هنا عند زائد وناقص، إذا الإشارات مختلفة تصير عملية طرح، عملية ناقص، فأقول 8 - 5 يصير 3. والرقم الكبير آخذ من عند الإشارة اللي هو 8، إشارته سالب أحط سالب. هنا 3 + 7 يساوي لنا موجب 10. هنا كل رقم قدامه فراغ، يعني ما بي إشارة، يعتبر موجب، فأقول موجب 3 + 7 إشارات متشابهة، إذا عملية جمع، فأجمع يعني مباشر. هنا الإشارات متشابهة، سالب سالب، سالب 6 - 4، إذا الإشارات متشابهة مباشرة أجمع، فأقول 6 + 4 يساوي لنا 10، سالب 10. هنا 0 + 10. إذا الإشارات مختلفة أسمي الطرح، وإذا أشوف كلمة، إذا أشوف رقم 0 أنزل نفس الرقم اللي وراه، فيبقى سالب 10 ينزل. هنا 9 + 8، هنا الإشارات مختلفة. احنا قلنا اذا الاشارات مختلفة اسوي عملية طرح ناقص، فاقول 9 - 8 = 1، والرقم الكبير هو 9، اخذ الاشارة مالته تكون سالبة. 7 + 7، اذا الاشارات مختلفة عملية طرح، عملية ناقص، واحنا شفنا الارقام متشابهة فاسوي 0. هنا السؤال جد ناتج ضرب او قسمه، زين قانون هسه مكمل زائد والناقص، اعطيكم القاعده مالتها. اذا راينا اشارات متشابهه تكون عمليه جمع، تكون جمع. اما اذا الإشارات مختلفة تكون عملية طرح، عملية طرح. هاش وهاش وقت، هاي بالزائد بالجمع والطرح، في الجمع قاعدة الجمع والطرح، هنا الطرح والجمع قاعدة. هنا عندنا ضرب ونشوف تقسيم، إذا هنا عملية ضرب وتقسيم. لاحظوا الطلاب، 3 × 12 إيش قد يساوي لنا؟ 36. 6 × -9 - 54. 54. إذا الإشارات مختلفة بالعملية الضرب أسويها سالب، طب قاعدة هاي، وإحنا دا نشوف رقم 6، رقم 6 إقباله فراغ، إحنا قلنا شفنا إذا أي شيء رقم قدام فراغ يعتبر موجب، يعتبر إشارة موجبة، وإذا إشارات مختلفة بالضرب أسوي سالب الجواب وأضرب ضرب عادي. هنا -23 + 15، لاحظوا يساوي لنا موجب 345. 45. إذا الإشارات متشابهة عند الضرب تكون الجواب موجب الإشارة، نعم هنا 72 + 8 يساوي لنا موجب 9. موجب 9 تقسيم. هنا احنا
قلنا أي شيء رقم قدام ماكو إشارة يعتبر موجب، يعني موجب 72 تقسيم موجب 8 يساوي لنا موجب 9. الإشارات إذا متشابهة موجبات اثنيناتها الجواب هو موجب، أو إذا سالبات اثنيناتها الجواب هو موجب عند الضرب والقسمة. هسه عندنا هنا سالب 125 تقسيم 5 يساوي لنا سالب 25. زين، هنا إشارات مختلفة. سالب 125 وهالخمسة يعتبر موجب، احنا قلنا اذا رقم ما بي اشارة يعتبر موجب، والعملية تقسيم. سالب 125 تقسيم موجب 5 يساوي لنا سالب 25. اذا الاشارات مختلفة بالقسمة الجواب هو الاشارة سالبة. نعم، سالب 12 تقسيم سالب 11 ايش راح يساوي لنا؟ موجب 11. هنا الإشارات متشابهة بالتقسيم، الجواب هو موجب. أعطيكم القاعدة مالتها، إذا كانت إشارتان متشابهة في الضرب والقسمة نضع إشارة موجب، أما إذا كانت الإشارتان مختلفة في الضرب والجمع تكون الإشارة سالبة وشكرا. انتظروني بالفيديو الثاني اكملكم باقي التمارين من صفحة 7 وشكرا.